تمكنت مصالحنا المحققة من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 30 و 32 سنة مسبوقين قضائيا ينشطان في مجال بيع وتربية المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، الشراء قصد البيع مع التخزين. العملية أسفرت عن ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تمثلت في 4844 كبسولة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة.